الاستغاثة هي طلب الغوث، ومن ثم فإنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق بشروط: أولا أن يكون قادرا على أن يغيث، ثانيا أن يكون موجودا، ثالثا أن يكون حيا، رابعا أن يعتقد بأنه سبب. فإذا وجدت هذه الشروط الأربعة فتجوز الاستغاثة بالمخلوق. أن يكون قادرا، فلو استغاث بمخلوق على إنزال مطر فهو مشرك بالله شركا أكبر، لو استغاث به في إنقاذه من غرق فكان جائزا. الشرط الثاني أن يكون موجودا، فلو أن شخصا غرق فاستغاث بوالده الماهر في السباحة وهو يبعد عنه مئات الكيلوات فهذا شرك بالله. الشرط الثالث أن يكون حيا، فلو استغاث غريق بميت فإن هذا شرك بالله عز وجل. أن يعتقد بأنه سبب، فلو توفرت تلك الشروط واعتقد أنه هو المنقذ فهو مشرك بالله شركا أكبر. ويدل على جواز الاستغاثة بالمخلوق بهذه الشروط الأربعة ما ذكره عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. إذا قيل ما حكم الاستغاثة بغير الله، نقول إنها شرك، ولا نأتي إلى هذا التفصيل إلا في مقام التعليم، وذلك حتى تنسد الأبواب. ويدل لذلك ما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تحت هذا الباب، هو الحديث الذي رواه الطبراني، قال: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث به، مع أنه قادر عليه الصلاة والسلام أن يكف شر هذا المنافق. ولو قال قائل: ما الذي يدعو هؤلاء الأئمة إلى أن يطلقوا الحكم بأن الاستغاثة شرك؟ الذي دعاهم أن الأصل في الاستغاثة أن تكون بالله عز وجل، وأما الاستغاثة بالمخلوق ففرع. الأمر الثاني أن في ذلك سدا لجميع الأبواب المفضية إلى الشرك، فلربما استغاث بهذا المخلوق فيما يقدر عليه، ثم بعد حين يستغيث به فيما لا يقدر عليه.